بحضور رؤسائي وممثلي الكنائس الرسولية في المملكة وتحت رعاية رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي الأرثوذكسي بعمان، أقامت لجنة العلاقات العامة في النادي بعبدون عشاء لقاء المحبة الأخوي. إلى المزيد. بمبادرة من إدارته ولجنته الثقافية والاجتماعية، أقام النادي الأرثوذكسي في عمان عشاء أخويا جمع أساقفة وكهنة كنائس المملكة. وبعد كلمة ترحيبية بالحضور باسم رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية، دعا رئيس لجنة العلاقات العامة الدكتور منير عماري لإيجاد إطار لرؤية مشتركة والتنسيق عمليا في تحفيز فئة الشباب على الالتصاق بأوطانهم ومقدساتهم، لافتا إلى أننا نعيش الآن مرحلة حرجة من تاريخ أمتنا العربية تتمثل بأزمة فكر وهوية. كما لفت إلى أن هذه المبادرة السنوية للنادي تعد عملا متقدما في مجال النشاطات الثقافية والاجتماعية وخطوة إضافية في مجال تحقيق الأهداف والغايات. وأضاف الدكتور منير عماري قائلا: تستطيعون التنسيق بخطوات عملية لحماية عقول شبابنا وشاباتنا من الكره والتعصب الديني الذي هو سبب أساسي في تأخرنا وعمل ما من شأنه لغرس قيم التسامح والوئام والعيش المشترك بين الأجيال لاستمرار الحياة والحفاظ على الوجود المسيحي. وخلص رئيس لجنة العلاقات العامة في كلمته خلال العشاء بالتأكيد على أن النادي الأرثوذكسي سيبقى الوفي الأمين شامخا بتنظيمه وأهدافه وغاياته والداعم للجميع بكل ما أعطاه الله من محبة وخير. وكما نشعر بالفخر والاعتزاز ونحن نلتقي جمعكم الطيب هذا لنضيء شمعة جديدة تضاف إلى شموع عمر نادينا الحبيب في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا العربية الماجدة التي نعيش فيها الآن في أزمة فكر وهوية، والتي تحتاج لجهود الجميع في الوضوح في الرؤية وجرأة في المواجهة حتى نتمكن من أن نستوعب ونتجاوز ونتفهم ونواجه كل المتغيرات والمستجدات في أداء مؤسسي وتحت مظلة انتمائنا العربي المسيحي في سبيل أهداف وغايات نبيلة إيجابية لها مبرراتها ودوافعها، والتي هي من ضمن غايات وأهداف وتطلعات النادي الأرثوذكسي. ووجه المطران كريستوفورس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان تهنئة باسم جميع الحضور بمناسبة عيد الفصح المجيد، منبها إلى وجود تحديات كبيرة نواجهها في وطننا وبالأخص الهجرة المتزايدة. وهو اللي بتكون رسالتنا ووجودنا كلنا المسيحي تحت كنف هذا النادي الأرثوذكسي ببركة الكنيسة وبوجود كل الكنائس اللي اليوم نحن مجتمعين مع بعضنا البعض. بفكر في أمامنا تحديات كبيرة اللي نحن علينا من جهة زي ما حكينا بالصلاة، ومن جهة تانية بالمواطنة الصالحة، ونقدر مع بعضنا البعض إنه نتوحد، لأنه في الاتحاد رح يكون في عنا قوة، وهاي وحدتنا بتتطلب منا كتير مرات إنه نحط أهداف واضحة أمامنا. وهاي الأهداف الواضحة في المرحلة اللي نحن منمر فيها بفكر لازم تكون إنه نحن ما ننجرف، لأنه عمالي بسمع كتير أشياء تكتب من هون ومن غد، وفي عماله بيصير كمان اغتيال لشخصيات سياسية وطنية دينية، وبتبث أفكار فيها سموم وفيها تشرذم للوحدة. فعشان هيك بفكر نحن من خلالنا إما كآباء أو كمؤسسات في الوطن لازم نكثف جهودنا على وصول الحق والحقيقة لشعبنا. كما ألقى الإيكونومس الدكتور إبراهيم دبور أمين عام مجلس رؤساء الكنائس في الأردن كلمة أشاد فيها بنادي الأرثوذكس في عمان لدوره الكبير في وحدة المسيحيين في الأردن وأهدافه النبيلة في هذا الوطن الهاشمي الحبيب، داعيا الجميع
إلى الالتفاف حول الكنيسة والالتزام بالصلوات فيها لما في الصلاة من راحة نفسية وجسدية وروحية للمؤمنين. فما أجمل أن يجتمع الإخوة معا، والنادي الأرثوذكسي العظيم العريق الذي يحمل هذا المعنى العظيم، أرثوذكسي الإيمان وأرثوذكسي المنشأ وأرثوذكسي الأمل والرجاء. فنحن أرثوذكسيا جميعنا نؤمن بأن المسيح هو الله الإبن المتجسد الذي صلب وقام من أجل الجميع، الذي أخذ طبيعتنا البشرية وسمرها على الصليب قائماً بين الأموات لكي يجمعنا جميعاً. وفي ختام اللقاء وزعت اللجنة الاجتماعية للنادي الأرثوذكسي الدروع على رؤساء وممثلي الكنائس المتعددة في المملكة تقديراً لجهودهم وعطائهم في خدمة كنائسهم.